عندنا في موريتانيا لنتابع. ثقافة القصر عند المواطن دفعته إلى اقتطاع مساحات من الشوارع المحاذية له، تارة بأشجار الزينة وأخرى وهي الأكثر والأخطر لأحواض الصرف الصحي التي بات البعض منها مكشوفا ومعرضا للنواقل المرضية والتلوث البيئي، وقد تقتنص بعضا من الصبية الذين لا يميزون بين الصالح والطالح. تشبع مدة فاتحة في الشارع ضابة نص الشارع فاتحة في فرنسا، وفرنسا ما مع دكتو هون ياس من فرنسات خاص فيه. ما تشبع فرنسا ما هو خاصة حتى خاصة يجي الماء يعني جات السحاب عدد فرنسات لا خاصين وطالبين من رئيس عدد انه فرنسات والله خلاص من الحالة عدد بيش يسو هو شنو تعدوا عدوا ها عدها صالح اه ما هو صالح يسو شنو. وجود احواض كهذه في عرض الطرقات منها المقطع بمجرد صفائح معدنية ومنها ما جعل مكبات لفائض الأرضية حتى قدا مرتعا للحيوانات ومتنفسا للبعض الآخر. البعض الآخر اقتطع جزءا من الساحات العامة للسيارات وجعل سياجا ليحميها من المارة، وإن كان التفنن في ذلك يختلف من منزل لآخر بل اتخذته بعض الأسر كساحات للترويح في أوقات الحر. ضف إلى ذلك أن الأمر بات سلوكا متبعا وإن كان هنالك من يلتمس لذلك العذر. دولة أصلا تعطي لرقاش نيمرو إلا 10 في 12 120 من اللي يدير فوص عند جور اللي قدام صرف صحي ما هو خالي، وعود المتضرر الأول والأخير للمواطن ما عنده لين ما اللي تطيح لك وتف فوص. أنا طايح لي تي فوص أتنكري جماعة ياك تمرق لي وتي ما عندك جهة لتبنت البلدية قال لك ذا ما يعنينا، ولا فهم جهات هيك هي متخصصه في النوع عندك لا تعالج لا انت لا كريم الدواء لا كريلينغ والله تم فهم في الفص ما فهم طريقه اخرى الا عندك عود بود والله عود اقبط عندك الحريه. طبيعه التصرف في هذه الشوارع والساحات قد لا تكون من المدنيه في شيء، وقد تسيء الى المظهر الجمالي وانسيابيه المرور بهذه الشوارع التي بات البعض منها بالكاد سالكا نظرا للاعتبارات المتبعه.